هي موطن حنبال القائد العسكري الفريد في تاريخ الإنسانية، أرض العلامة ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، وطن الزعيم الحبيب بورقيبة ذي الكاريزما الاستثنائية والحنكة السياسية والشهيد النقبي فرحات حشاد. هي من أنجبت الأديب المفكر محمود المسعدي والشاعر أبا القاسم الشابي وفنانين كبار مثل صليحة وجويني. هي وطن هؤلاء وآخرين كثر، رجال ونساء، بناتها، رموزها، ثروتها وكل ما تملك أو تكاد. هي الشامخة شموخ الشعنب ومائدة يغرط ونخيل الجنوب. هي المتجذرة مثل زيتونتها. هي المعطاءة كسنبلة قمحها. هي الفواحة بعطر الياسمين والفل. هي الثائرة في هدوئها مثل وادي مجردة. هي الخضراء. هي تونس البية. أول سكان تونس الذين عرفهم التاريخ هم الأمازيغ، الرجال الأحرار مثل ما تعنيه الكلمة، بناة ثقافة باقية إلى اليوم. تلاهم الفينيقيون مؤسسو قرطاج، فالرومان الذين شيدوا المسارح، وورثوا تونس مجموعة فسيفساء ذات شهرة عالمية. في القرن الثامن دخل الإسلام إفريقيا، واستقبلت معه وفودا من جنوب الجزيرة العربية، وتأسست بها لاحقا عدة دول ازدهرت عمرانيا واقتصاديا وثقافيا مثل الدولة الأغلبية ثم الفاطمية. يعتمد الاقتصاد التونسي على الفلاحة، إذ تحتل تونس المراتب العالمية الأولى في إنتاج زيت الزيتون المشهود له بالجودة والمذاق الطيب وإنتاج أفضل أنواع التمور فضلاً عن القوارص. كما يعتمد اقتصادها على الصناعة، فتعد تونس منصة للإنتاج الإقليمي في قطاعي صناعة مكونات الطائرات وصناعة السيارات، ومن البلدان الرائدة في الخدمات المتعلقة بتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية وخدمات معالجة البيانات. هذا فضلاً عن السياحة، خاصة وأن الخضراء عرفت بشواطئها الرائعة من تبرقة إلى جربة، وبصحرائها وواحاتها البهية، وبمواقعها الأثرية ذائعة الصيت، ومدنها العتيقة وجوامعها، وأشهرها الزيتون بتونس العاصمة وعقبة بن نافع بالقيروان. تلك هي تونس، ملحمة خطها أبناء وبنات أحبوها كما لا يحب البلاد أحد، على قول الشاعر الصغير أولاد أحمد. وقدرها نحت أسطر أخرى من ذهب في ذاكرة الإنسانية، قناعة رسخها الشاب في الضمير التونسي. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.